إيساف للمعلومات، طريقك إلى الاحتراف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا تاني من جديد يا جماعة، معنا درس هو خفيف جدا وسهل جدا، بس في نفس الوقت مهم جدا. النهاردة هنتعلم طريقة ازاي نعمل ايكون على سطح المكتب، بدل ما ندوس هنا وندوس ستارت وندار على زر الطاقة، بنعمل ايكونة على سطح المكتب نقدر نفصل منها الجهاز واحنا موجودين على سطح المكتب، بدل ما نقعد ندوس هنا ممكن تدوس هنا على ايكون على طول وتفصل الجهاز عادي جدا. طيب ازاي هنعمل الايكونة دي نتابع مع بعضنا. اول حاجة ندوس كليك يمين ونيجي على اختصارات، نختار اختصارات، تظهر معانا نافذة بالشكل ده، بنكتب SHUTBON وندوس مسطرة اللي هي الفاصل، وندوس شرطة S ومسطرة برضو مساحة، وندوس شرطة T ومساحة، ونكتب 00. الكلمة ديت انا احطها في الديسكريبشن اسفل الفيديو، تقدر تاخدها نسخ على طول وتشتغل بها عادي جدا. طيب بعد ما تكتب دولة هتكتب التالي، يعني عفوا هتضغط على التالي. بعد التالي بيقول لك اسم الايكون اللي انت عايز تعملها ايه، هنقول او اسم الاختصار ايه، نكتب باللغة العربية، نكتب مثلا غلق ونقول انهاء. بتظهر معانا الايقونة بشكل ده، انا لو قمت دوست مرتين دلوقتي الجهاز هيفصل، بس احنا عشان نغير شكل الايقونة ونخليه مميز عن الايقونات دياتي وياخد شكله يعني وضع الستارت بتاعه او وضع الغلق، بنعمل نيجي على ايقونة وندوس كليك يمين وننزل على خصائص ونيجي على تغيير الايقونات للوسطانية دياتي ونضغط عليها وندوس اوكي، بتنبثق لنا نافذة بالشكل ده، بنختار الزر ده اللي هو الاحمر، معروف يعني ان هو ستارت او ايقاف التشغيل، وندوس موافق وندوس تطبيق وموافق، هنلاقي الايقونة شكلها اتغير وبقيت زي الزرار للقفل هنا على سطح المكتب، بنقدر نحطها هنا على سطح المكتب. فمجرد ما انت بتضغط عليها مرتين بتلاقي الجهاز فصل معاك عادي جدا، بدل ما تدخل على قيمة ستارت، وبقيت اسهل بكتير بين انك تدوس دستان على طول وتقوم من على الجهاز على طول بيفصل معاك. ده كان شرح بسيط النهاردة، واتمنى ان يكون عجبكم. انا بشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.